والآن نسمع أن هذا التنظيم يعود من جديد. ما هو سبب عودة التنظيم برأيك أنت؟ نعم، هو أولا تنظيم داعش هو ليه خصوصية معينة، حيث أنه تنظيم لديه إمكانيات وقدرات إلكترونية قوية. هو أيضا سموه بالتنظيم الإلكتروني. داعش قادرة على إعادة بناء صفوفها بشكل سريع ودقيق، بمعنى الدعم الذي يتلقاه داعش من، لن أقول من الولايات المتحدة الأمريكية فقط من صنعت هذا الشيطان الأكبر، ولكن هناك أيضا من يدعم ويمول داعش من خلف الستار. هناك دول من أو كيانات بحد ذاتها من صالحها بقاء داعش على الأرض. داعش هي أحد أدوات الإسلام السياسي التي كانت بيد الديمقراطيين، فكيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تتنازل عن أدواتها التي تستخدمها في الضغط على أي دولة أو أي منطقة؟ يعني الفكرة الآن أن أمريكا أو الديمقراطيين الأمريكان لا يتخلوا عن أدواتهم بسهولة. تنظيم داعش يحظى بتمويل من أكثر من جهة، لديه قيادات قادرة على التخفي بشكل واضح، قادرة على التجنيد، قادرة على وضع، يعني دعني أقول، استراتيجيات معينة أو خطط معينة تسير بها الأعضاء المنضمة جديد، حتى تسير وفق نهج ورؤية هذا التنظيم الإرهابي. يعني فليس كل من انضم إلى داعش حديثا يعني يفقد الرؤية أو أنه غير قادر على السير وفق تفكير الجماعة، أو لا لا، عنصر التدريب بداية من عنصر الاستمالة والتجنيد، ثم التدريب، ثم التطويع، ثم تنفيذ الأوامر، كلها تمشي بطرق منظمة جدا تديرها جهات ليست بالجهات القليلة، جهات قوية على الأرض، جهات لديها أو قادرة على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب، سواء كان دعم معنوي أو دعم مالي أو دعم مادي.